لا ما يقدرش يعيش بلا تليفون، ما يقدرش يعيش بلا كتبغي التليفون ولا انستغرام سناب شات، عند لي زابوني بزاف كيكون حاسين براسو ما يبغيوش يعيشو بلا تليفون، ما يمكنش مستحيل دير لي تعيش بلا تليفون، التليفون هو السيرة ديال حياته. تقدر تقول أن نسيتو في الدايما نسيتو ما هو هذا التليفون الثاني التالت، دريات أنا متفق معاهم ما يقدرش يعيش بلا تليفون. غنقول لك كاينين جوج انواع ديال العيالات، بحالي انا شخصيا كنت موظفه ويلا خديت التقاعد ديالي، ما يمكن ليش نقول لك انا ما كنتش مدمنه على التليفون، ولحد الساعه من لو 12 خديت التقاعد ديالي ماشي مدمنه على التليفون، ولكن اللي كنلاحظ خواتاتي اللي ما خداماتش في الدار مدمنات على التليفون. علاش؟ كيشوفوا الطبخ والحلويات هي اللي كتخليهم ديما يكونوا مدمنين على التليفون، وهذا اللي يمكن لي نقول لك. بالنسبه للتليفون العيالات ما يقدروش يستغناو عليه، لان التليفون بالنسبه لهم هو الحياه كامله، حيت فيه الواتساب كتجبد منه اليوتيوب الوصفات بزاف ديال الحوايج، البيع والشراء بيجامات وزيد وزيد. المهم بصفه عامه ما يقدروش يختاروا التليفون وصافي. دابا ماشي غير العيالات، حتى الرجالات، شي ماشي غير على الجنس ديال الانثى بوحدها، يعني دابا شي حاجه عاديه، يعني حنا دابا بالتليفون ولينا كنديروا اي حاجه كنخدموا بيه، بحال مثلا انا كنقرا بيه كنخرج بيه، يعني فيه شي حوايج ايجابيات اكثر من السلبيات، يعني سي نورمال دابا عادي. راه ماشي التليفون غيكون هو حياتها كامله، ولكن كتشد التليفون في النهار ديالها غتكون نورمال، كانت غتكون شي حاجه اخرى كنا غنخدموا بالوسائل اللي كانوا قبل من التليفون عادي.